من كام سنة كنت بعمل إيه دوري، كنت بجرب. دلوقتي أنا موجود في رايت نفسها، أنا بنظم البطولة الأوفيشال بتاعة رايت. كاجوال بلاير، كوميونيتي ليد، كوميونيتي مانجر، برو بلاير، أدمن، تالنت، ليد أدمن، وفي الآخر وصلنا لبروجكت مانجر. ودي كانت بداية أنس أمين. بدأت ليج سيزون 1 كنا 5 أصحاب، كانش عندي اقتناع إن أي حد تاني بيلعب غيرنا، إحنا العرب الوحيدين، إحنا المصريين الوحيدين اللي بنلعب ليج خالص. مفيش أي ويب سايت، مفيش أي حد بيعلمك، مفيش أي حد يعرفك أي حاجة عن رايت ماتش خالص. إحنا كل إحنا بنلعبه، إحنا بندخل جيم نلاقي في حد قوي جدا في الجيم بيموت كل الناس، إحنا هنكوبي البلد بتاعته. في سنتين كاملين ما كنتش عارف إن في حد بيلعب. ناس صحابي كلموني في جيم اسمها ليج أوف ليجند، لهم ايه تلعبوا بقى؟ طب ما ازاي ده ايه ده في جروب اصلا، ده في جروب فيه 500 ممبر كمان. طب لا، الموضوع كده بالنسبه لي اختلف، يعني اللي هو خلاص. والنقطه مهمه، مش انا الكرييتور بتاع ليج اوف ليجند ضربك خالص، انا واحد من مؤسسين بس مش كرييتور. وانا بالنسبه لي عشان كنت بلعب العاب اونلاين كتير زمان، عندي النقطه اللي هو الكوميونتي، ايه الحاجه اللي احنا بنساعد بعض بيها، يبقى ان مفيش اي حاجه من الببلشر يعتبر ان هي موجوده، مفيش حاجه تساعدك ان في ناس برو بلايرز او في ناس في الرانك عالي بتقدر تساعد الناس تانية. انت ممكن تلعب تشامبيون ايه، تجيب له ايه، تلعب ازاي. الرونز زمان كانت مختلفه خالص، كان في رونز وميستري، الحاجات كلها كانت مختلفه. لايتمات ذات نفسها، الستارت بتاعك لايتمات ازاي، تشتري مين اصلا، مين احسن زد ولا لاسو. انا اعتبر متجوز، مراتي جيمر، في نفس الوقت في ناس صحابي كتير جدا اعرف انهم متجوزين من ليج، بدايتهم كلها كانت في ليج. فدي كانت بدايه تعتبر الجروب، ودي كانت احسن حاجه، وده كان يعني الهدف الوحيد للجروب ان الناس تتواصل مع بعض. احترفت اللعبه في 2015، سمعنا عن اول بطوله كانت موجوده ايجيبت جيمز ويك، دخلنا على امل ان احنا كنا بنلعب اول ثاني، لحد ما اكتشفنا ان احنا مش احسن حد. دخلت اول جيم خسرت، مع السلامه روحت. الموضوع استفزني في الاول، انا ليه خسرت، انا ليه كنت بالمستوى ده، انا ليه في ناس احسن مني. بس ده اللي خلى فيه شغف، ده اللي خلى ان انت بقى عندك شغف لحاجه انك توصل. اكبر بطوله كانت موجوده من جيمرز لونش، كانت موجوده تبع الاتحاد المصري، لعب الالكترونيه هنا، وكانت بتصفر ان كان فريق اللي هيكسب ده هو كان هيمثل باسم مصر. دي كانت حاجه بالنسبه لنا كبيره كلها صراحه، يعني الحاجه اللي كانت موجوده، الجماهير، الناس دي كلها، لا ان انت قعدتك على الاستيج نفسها بتلعب في 2000 او 3000 واحد بيتفرج عليك، ده غير الاونلاين، غير كل ده. وفي 2016 مفيش حاجه، موضوع كبير. كان حلم ان انا اشارك في بطوله، وفي استاد في ناس كتير جدا بتتفرج عليا، في لعيبه جدا. بس كان عندي الحلم التاني والاكبر ان انا اكون واحد من المنظمين. وعلشان كده انا بالنسبه لي كان في كل بطوله بحضرها از بلاير او مشجع او حد يبص على البطوله من بعيد او اي حاجه، كانت عنها تنظيم. اول بطوله انا كنت منظمها كانت اسمها ايه دوري، بدايه كل حاجه. احنا صراحه كنا شويه صحاب مع بعض، جمعنا من بعض فلوس، عملنا برايز بول، عملنا بطوله ما كانش فيها اي مكسب بالنسبه لنا خالص، كانش فيها اي عائد مادي لاي حاجه. احنا كان كل نظرنا ازاي انت هتنظم، ازاي انت هتكمل، ازاي انت هتعمل كل ده. الاهم بالنسبه لي ان انا ابدا شغل في شركات كتير ليها علاقه بالتنظيم، ليها علاقه بالجيمنج عامه في مصر وبره مصر. اعتقد ان انا اشتغلت في حوالي 90% من الشركات دي بطريقه مباشره وطريقه غير مباشره. ولحد 2018 يعتبر ان انا كنت عامل حوالي 2000 بطوله اونلاين، واتش از رقم كبير جدا صراحه بالنسبه للحاجات كتير. بطولات مع رايت، بطولات مع نفسي، بطولات مع كوميونتي، لحد ما وصلنا 2019. دي بالنسبه لي، بالنسبه لاي حد بيلعب ليك، دي كانت النقطه الفاصله، اناونسمنت في سبورت او في مكتب في دبي بيسبورت المنا. اعتقد ان كانت اول جمله مكتوبه على ليج اوف ليجند لقد وصلنا. انت بتتكلم في 9 سنين او 10 سنين الجيم موجوده ملهاش اي سبورت في المنا لحد ده، لحد النقطه دي، اللي هو بمعنى صح بسلم الرايت. سلمت الرايت كده خلاص، هي بدات. طبعا اتخضيت، يعني مش حاجه بسيطه جدا ان انت تبقى بادئ حاجه من 2011 وتيجي في يوم من الايام في 2018 تلاقي مسج جاي لك، احنا حابين نعمل معاك انترفيو. يعني كانت حاجه كبيره جدا بالنسبه لي. وللاسف برضو كنت عارف ان
يعني مش هوفق قوي، مش من ناحية ان انا هبقى ايه، بس من ناحية كلها ان انا في حاجات هتمنعني، يعني بالنسبة لموضوع السفر، بالنسبة كنت لسه في الدراسة، بالنسبة للحاجات دي كلها. فانا كنت عارف ان البوزيشن ده او الجوب ده انا مش هقدر اخده. وبعدها كانت نيكسس، يعني انا واحد من الناس كان نفسي اكون موجود فيها، كان نفسي اكون منظمين بطولة موجودة في السعودية مع بداية رايت، بطولة موجودة ب$2 مليون. في الوقت ده في لعيبة ظهرت، في لعيبة تمرنت بجد وتعبت جدا جدا عشان توصل لمستوى معين، والحمد لله ان هي وصلت له. بعدها بقى بدأت الشغل مع حاجات كتير، من ضمنها ISC، كنت أناليست، دي حاجة برضو من الحاجات اللي انا كنت شغالها. تاني نسخة كنت فيها ليد أدمن، والحمد لله كنت مبسوط جدا بحاجة دي. ان من كام سنة كنت بعمل دوري، كنت بجرب. دلوقتي انا موجود في رايت نفسها، انا بنظم البطولة الأوفيشال بتاعة رايت اللي موجودة لكل الناس، نسخة ثالثة اللي كانت موجودة بقى. دي كانت اهم حاجة برضو فيها، ان هي كانت موجودة لان النهائي بتاعها كان موجود في مصر، فرقتين عندنا جي كي ورعد في استاد فيما لا يقل عن 5000 متفرج، غير الناس اللي في الاونلاين، غير كل ده. اللعيبة نفسها اللي كانت موجودة ما كانتش مصدقة، يعني هزت الاستاد، هزت الصوت بتاع الناس. اللعيبة وهي بتلعب هي مش متخيلة كل الناس دي كلها جاية تتفرج عليها يعني. وفيما يلي بقى خلصنا نيكسس، خلصنا كذا، دخلت دلوقتي ان انا وصلت لبروجكت مانجر مع رايت. وبعد مشوارنا الكبير ده كله مع بداية اعلان ان في سيرفر عربي، في سيرفر للميدل ايست هيبقى موجود لينا، بدل ما انت دلوقتي كنت بتروح عشان تلعب في سيرفر يوروب، تروح تلعب في سيرفر نورث امريكا، بتروح تلعب في اي سيرفر تاني، لا تبقى عندك السيرفر الخاص بيك اللي انت هتلاقي فيه احسن بينج، احسن ناس، هتلاقي فيه سبورت خاص بيك. ودي هتكون نقطة الانطلاق لمنطقتنا العربيه.